أشياء. حسوني؟ إيه. أنت حسوني؟ إيه. هاي منو ضربك هنا؟ قل لي ولا دور وجهك. ملاعيب. ملاعيب؟ إيه. وصلنا الفجر للمستشفى بالأربعة ونص. قالوا ما يعيش. هذا حسوني. إيه. وأنت حسوني. أخذت مشي من بيتي للمستشفى بمواساة. يعني بحيث فقد التنفس. أنا؟ إيه. إيه. حسوني. أنت حسوني. وسوى له فد احتفالية. لين حسوني لين عاش هنا. أنا ما قدرت يعني الموقف ما أتذكره. ما يقدر ينفخ. من كان يضربك بالبيت؟ أبوي أمي. إيه. عشان إشي أنا محبا. أعطيني شوي. مو حلو. يلا صعب سيارة. وين صعب؟ السلام عليكم. السلام عليكم. حياكم الله متابعي المربد. اليوم تواجد كادرها بمضيف عشيرة الحمودي بمحافظة البصرة، يلتقي بإحدى الشخصيات العراقية المعروفة. راح نتعرف على سبب هذه الزيارة. هناك حالة إنسانية، ومن خلال هذه الحالة الإنسانية راح نوصل رسالة إلى متابعين ومشاهدين هذا الحوار مع أستاذ علي. حياك الله علي الشياع من خلال المربد. حياكم الله وأهلا وسهلا بكم وكادركم الكريم على القناة الكريم قناة المربد. الله يسلمك. أنتم ديوانكم ديوان أهلكم، ديوان البصرة وديوان الفقراء. الله يسلمك. أستاذ علي، لا يخفى على الجميع يعني هناك حالة إنسانية، ومن خلال هذه الحالة الإنسانية نريد نوصل إحنا وياك رسالة إلى متابعين ومشاهدين هذا الحوار. يعني جوانب إنسانية كثيرة، وتعرف العراقي وخصوصا يعني الجوانب الإنسانية هو غني وفعال ودائما متواجد بكل الحالات الإنسانية. أريد نعرف اليوم سبب تواجدنا هو الحالة الإنسانية، من خلالك نعرف تفاصيل هذه الحالة. نعم، هذه الحالة الإنسانية ليس الأولى أنا أتبناها. يعني أنا من تقريبا من 10 سنوات بديت أشتغل على هذا المجال، مجال الحالات الإنسانية ومسائل تعنيف الأطفال، تعنيف النساء، تعنيف كبار السن. لكن بهذه الحالة قبل حوالي 15 يوم أو أكثر صار اتصال من أحد المواطنين من أحد المناطق في البصرة، قال أكو طفل هذا معنف طفل، والتعنيف مالته بصورة بشعة جدا. يا ابو وين توجهنا للمنطقة نفسها. فشاهدنا الطفل بحيث ماكو جسمه، ماكو جزء ما بيضرب، يعني عبرت المئات الضربات اللي بجسمه. فاستنفرت القوات الأمنية، الأسرة والطفل، شرطة النجدة، كل القوات استنفرت، جابوا الطفل وجابوا الأبو اللي عنفه. طبعا هناك تعاون كبير جدا من القضاء العراقي بهذا الجانب، قاضي محكمة العشار، قاضي الأسرة والطفل مشكورا رأسة اتخذ القرارات اللازمة لحماية هذا الطفل. فأنا قررت أخذه يم. طبعا هو ما كان بهذه الحالة، نسبة الدم مالته 2، الجسم خالي من الفيتامين وخالي من الحديد وخالي من أي مكونات تغذية نهائيا. أخذت وصلت به الفجر للمستشفى. احنا جبناه على ما جبناه صار الساعة تقريبا بالثنتين بالليل. وصلنا الفجر للمستشفى بالأربعة ونص، قالوا ما يعيش. قرار الأطباء. أيوة. أنا سحبته أخذته المستشفى أهلي وأطباء أهلي على حسابي. يعني خلينا له بطلين دم، استمرنا عليه 3 أيام تقريبا. منتسبي قيادة شرطة البصرة هي اللي رافقته حتى يباتون وياه، حتى أكون نساء عراقيات برا عني جانبات يمه، إلى أن تقريبا 7 أيام
قدرنا نوصله للصورة هسه اللي جاي تشوفها جنابك بيها. هذه ليست الحالة الأولى خاصة في البصرة، هذه الحالة استفحلت بالعام الأخير للأسف الشديد. احنا من خلال حسوني وصلنا أو أريد نوصل رسالة لكل أب ولكل أم عراقية أنه هذه الأطفال وهذه الذرية هي نعمة وليس حقل تجارب للضرب. سعد علي، حتى نعرف بعد أكثر إلى مشاهدين ومتابعين الحوار، شقد عمره حسوني؟ هو حسوني اسمه صح؟ نعم حسوني. هذا الطفل هو أيضا يعني الأهل يعني نقول الأمور القانونية شلون تم؟ أنا أحكي لك قصة هذا الطفل. هذا الطفل أنا تابعت قصته بكل تفاصيلها. هذا الطفل عمره سنة أو أقل طلقت أمه، فأمه سوت ما لها خلق تربي، مطتل إحدى صديقاتها منطقة المطيح. ما أذكر أول مرة أحكي يعني. بقعد هذه المرة سنتين، بعدين والده بحث عنه لقى، قام شكاوى عليهم، صار بيناتهم في التناحرات، أخذ الطفل والده. نعم. هذا الطفل عنده 7 أخوان من غير أم، عاش وياهم. حسب أقوال الأبو يقول أنا ما ضربته، الأخوان جاي يضربونه. زين أنت ذا أخوان جاي يضربونه. اليوم الأب إحنا اللي نعرف بقانون المجتمع العراقي وبقانون العشائري وبقانون الأعراف إنه هو الخيمة. نعم. هو اللي يحمي هذا البيت أو يحمي هذا المنزل، يحمي هاي الأسرة. الكل سواسية أولاده يعني أبناء. الكل سواسية إنه هو يحميهم. فقلت له هذا مو عذر وهي إفادتك، إحنا ما أنا بالنسبة لي ما تقنعني، بعد أنت مشكلتك أنت والقضاء. فهذا الطفل من عمر 3 سنوات بدأ يعنف لمدة تقريبا 1.5 سنة، يعني كل جسمه بيجروح حتى بظهره، يعني بس رأسه تقريبا بي 14 ضربة، كان عنده نزيف تحت الجلد، سحبناه بمستشفى التعليمي، جزاء الله خير مدير مستشفى التعليمي مشكورا كل استعاملوا يعني، حولناه إلى مستشفى من غزوان. الأخ نسيت اسمه، يمكن أستاذ أكرم أو هيك شيء، معاون مدير مستشفى ابن غزوان، كان عنده تعاون ويانا بشكل غير طبيعي يعني، حتى بعد ما تحسنت حالته مجموعة من الأطباء جابوا كيك وسووا له فد احتفالية لأن حسوني لأن عاش، لأن هم قالوا ما يعيش يموت، وأنا قلت يموت لأن هو يعني واحدة من المواقف تخربط عليه الفجر بالبيت، اتصل على السائق مالي غافل جهازه، سيارة ما عندي، أخذت مشي من بيتي المستشفى المواساة يعني، بحيث فقد التنفس، تعرف نسبة الدم 2 فماكو أكسجين صح. إلى أن وصلنا الحمد لله والشكر يعني قدروا يعقلوا له مغذيات وهاي. عنده كسر بإيده اليسرى، عم يحتاج لعملية لأن العظم طايب هو، لكن احنا بالمصطلح العام نقول طايب على عيب. صح. عندك كسر برجله، نزيف فروة الرأس، هذا سيطرنا عليه، وبقى التشوه اللي هو الشفا الأرنبي هاي ولادي لا مو شفا أرنبي هاي لا انا اعطيك صورته من شان ما بيشي. ناس يقول طاح وقع من فوق السطح حسب اهله. هو شخصيا يقول لي شمروني من فوق السطح أو وقعت ما أعرف، هاي بعد العهدة على بعد العهدة على القائل يعني، لا ما كتجميل يعني طار جزء إيه؟ لا لا هو يعني انقطع جزء من شفته وعلى هالوضع هذا. احنا كملنا لتفاصيل أمور العملية، لكن بالتالي انت تعرف احنا يحكمنا قانون انه نحتاج شخص يوقع، لأن هتعرف بنج عام لازم واحد من ولي أمره يا أما أمه يا أما أبوه يوقع على البنج العام على مود إحنا نكمل عمليته. بعدين يعني أنت وقعت له؟ لا بعد. بعد يعني. بعد. بعد أنا لا لازم يتعافى بعد أكثر، تعرف هذا التجميل. نعم. لازم يشيلون جزء من الجسم ويخلون له. نعم. فلازم يتعافى أكثر، تصير صحته شوية أحسن، عم يتحمل البنج ويتحمل. سعد علي، حتى بعد نكون بعد بأدق التفاصيل يعني، هسه بالنسبة للحسوني راح يكون تبنيته يمك، لكن
والده بعد خلاص يعني قانونيا ولا فتى ويرجع له؟ بعد هذا الامر متروك للسيد القاضي. القضية بعد تم القضاء. احنا الحمد لله والشكر بالبصرة عندنا قضاء طبعا عادي. الحمد لله عندنا رئاسة استئناف الحمد لله والشكر الكل. انت رجعت للقانون يعني؟ اي احنا تحت سقف القانون انا وانت وكل المواطنين العراقيين، فليس صور احد انه يتجاوز حدود القانون ويسلم من العقوبة سواء كنت أب أو أم. والله أنت تعرف أعرافنا للأسف الشديد، والله أنا هذا ابني ما حد إلى علاقة أنه يتصرف بي أنا بكيفي أضربه. لا بعد مو بكيفك، قانون يحكم خالص. أكو قانون اسمه حماية الطفل، أكو قانون اسمه حماية الأسرة والطفل، أكو قوانين دولية تحمي هذا الطفل. نعم يعني نقول الآن ننتظر قرار القاضي شو يقول في أن يبقى يمك ولا فتت علاج أو. بالنسبة لي حسون إذا يبقى يمي فأنا أفتخر به أنه يبقى يمي وجاي يشوفه حتى لابس يعني حركة حتى لابس نفس ملابس جهادي. إحنا صراحة نصور أكيد بس مبينه وقح شوي. لا بالعكس فالذكي جدا للأسف الشديد بيان ولاده ما عنده. يعني كل مستمسك عراقي ما عنده. اليوم من تقول أنا والله ما سويت له شيء وأنا ما ضربته، هسه أنت على الأقل اثبت وجوده بالحياة. باكر أقول أنت أب لست موت، هذا يبقى صح. بلا هوية ولا جواز ما يقدر يعيش أو يتعايش مع المجتمع بصورة طبيعية حال الأطفال البقية. هسه تأقلم على أولادك يعني؟ أي نعم، هم كلش يحبونه أصلا ما يطوب. هذا من يطلع يبكي. زين خلي يجي نصوره. تعال حبيبي تعال يا حل تعال. شلونك؟ سلم. هلا وهلا تعال منا حبيبي تعال. تعال يا حبيبي تعال. خليك هنا على الكاميرا شلونك؟ انت شنو اسمك؟ ما يحكي هو. شو اسمك؟ لا. ده؟ حسون. حسوني؟ ايه. انت حسوني؟ ايه. عمو؟ شو اسمك عمو ولا بابا؟ بابا؟ شنو اسمه بابا؟ بابا. شنو اسمه بابا؟ علي. علي بابا. بابا علي يا حبيبي. حكي من كان يضربك بالبيت؟ ابوي امي. ايه هشام. هشام اخوك يعني؟ هشام هشام محبب. كلهم يضربونه. كلهم يضربونه. زين هاي منو ضربك هنا؟ الويلي. هاي منو ضربك هنا؟ قل لي الويلي دور وجهك على الحائط. تترجم لي تقول لك دور وجهك على الحائط. ايه لا هاي الضربه من الضربه يقول وينها الويل امي. اه طب كلهم هادي يعني هو يعدد الاسماء أمي. هو جاي يعدد الاسماء اللي عايشين اللي عايشين في البيت. زين من حرقك ابوي؟ ليش حرقك؟ بالهيتر ابي مشيت. هسه هنا انت شنو تلعب؟ ملاعيب. من من اصدقائك هنا شنو اسمه؟ يلا خلينا شو اسمه هذا ابني؟ شو اسمه ذاك؟ شو اسمه عمو؟ حسوني. وهذا ام حسوني؟ هذا جايوني. ها شو اسمه؟ حسوني ولا حسوني؟ حسوني. هذا حسوني. تحبه؟ وانت حسوني. وها شنو اسمه؟ شو اسمه؟ هذا حسوني. حسون. هم كم حسون هسه؟ هذا حسون. لا هذا حس. هذا زيون. ها زيون. زين العادي. أني. إيه. حسون. أنت حسوني. زين حسوني. تعرف الساعة هاي بها الساعة تعرف لها؟ إيه. ما تعرف لها؟ ما تعرف لها؟ إيه. ما تعرف لها. حبيبي. تروح وياهم للمربد لو تبقى هنا. تروح يعني للمربد لو تبقى يم بابا علي. إيه. تبقى؟ لو تروح. أروح. وين؟ لاربي. الأربيل؟ لا السفرة إن شاء الله. إن شاء الله. هو تحب الكورنيش هو؟ أي مطلع الكورنيش. تريدها؟ هي بلون تيشيرتك هذه. حسوني. خلي سبنا عمود الكاميرا حبيبي. وين رايح؟ بعد خمسة فياك شوي وروح شوي وروح. زين بعد آخر سؤال تعليم تعال 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 يا حبيبي تعال تعال يا تعال هنا تعال يا حسوني. انت عند ما تلعب شنو اللعبه اللي تحبها مثلا؟ بالبلاي لو بايسكل؟ بايسكل لو بلاي.
بايسكل وبلاي اثنين هن. ايه. لا هو حب هاي السكيتات اللي على الكورنيش. ايه. فأنا البارحة أخذته وأول بارحة وكسايب شيء أخذني الكورنيش السكيتات. هي بس هاي. أبي السكيتات. إيه صعب عليك خفت حوربي. لا والله يعرف ليه. هاي يعرف ليه. ولا العلم قلت لك أنا ذكي ايه. وكل شيء فيه معدلات. ايه. ايه. مو طبيعي. ايه. من ناعته من ناعته شلون من ناعته الفورت من ناعته من ناعته يعني شلون سويت من ناع الكاميرا من ناعته شلون شو سويت شلون جري إيه فورت راحت إيه راحت فورت حبيبي حبيبي صراحة الكلام هم يعجز أمامك أمام يعني هذه الحالة الإنسانية اللي أكيد يعني حساباتها كبيرة عند الله سبحانه وتعالى وأكيد أنت يعني واحد من أبنائك أصبح حسب ما عرفت يعني شوف الروحية اللي بيناتهم يعني كان ما يعرفه من زمان أخوهم أنا خلي أقول لك في الشغلة كل بيت ألفت سياسة معينة تعتمد على قيادة البيت قائد البيت منه هو اللي أقلم الأطفال كلها سوية أنا هسه لو تجيب لي بعد وياه أربعة ها أو خمسة ويا أقدر خلال يومين ثلاثة أقلمهم سوية وأخليهم يتعايشون تعايش سلمي تعايش طبيعي لكن المشكلة بعض وفئة قليلة جدا من بعض الآباء إنه يعتمد على زوجة أو يعتمد على أم أو يعتمد على عمة الطفل أو خالة الطفل وهذه اللي تسبب بالتفكك الأسري احنا من خلال حسوني بنوصل رساله للعالم فعلا وللعراق بكل اطيافه وبكل هذا نموذج يعني هذا نموذج انه اليوم اذا يتعنف طفل فالشرطه لا تتصور تعوفك مستحيل واكو ثقافه الحمد لله والشكر ثقافه الناس ظلت تصور وتدزن على اي حاله انسانيه او على اي ظلم يقع على اي مواطن الصور والدز للجهات المختصة. أنتم من خلال قانون هذا بعد يعني واجبكم إنه. هذا واجب على كل واجب عراقي قبل القوات هو المواطن اليوم هو رجل الأمن الأول. صح. الأمن يبدأ من المواطن. بالضبط. بس المواطن كان راح أوصل للجهة اللي هي نعم تقدر يعني. نعم الجهات. الحمد لله وشكرا. تقدر تعاون مع كل المواطنين والأطفال كل أطفال العراق هم أطفالنا وحمايتهم. هذا واجب علينا اليوم أنا واحد من الإخوة اعترض على اعتقال والده فسألته سؤال ينبع بالمركز شفته سألته سؤال قلت له أسألك بالله لو كان هذا ابنك ترضى ابني يضربه كده يقول لا قال لا قلت له زين إذا أنا أضربه قال أقومك عشائريا قلت له زين أنت مش هذا أقاربك أنت شلون سمحت له الشكل يضرب هذا الطفل قال أطفال يضربوا قلت له حتى لو أطفال زين هذا إذا بعمر 3 سنوات 4 سنوات أنتم ما حميتوا زين هذا مسير عمره 20 سنة المشكلة أنت قاعد تربي لي مجرم من صغر قاعد تربي لي مجرم تضيفه للمجتمع جريمة أساسا جريمة بكل صورها تبدأ من العنف الأسري كل جريمة تبدأ من داخل الأسرة أنت شلون تصدر شخصية أو صدر شاب يفيد المجتمع أو صدر أنت مجرم أو صدر فد إنسان راح يكون أذية على المجتمع بسرعة سعد علي أكيد الحديث طويل لكن آخر سؤال حتى بعد نقول يكون هو على بينة للمشاهد إنه حالة حسوني إحنا نسميه حسوني بعد إنسان ما شاء الله حسوني يعني وضع الصحي حسب التقارير ومراجعتك إنه يحتاج بعد عملية قلت لي إلى الشفة ايه وكسر يعني عمليتين عنده كسر وراس يعني ما أبيش حالة لا راس سيطرنا على هذا النزيف وسحبناه كله هم مستشفيات خاصة وأطباء خاصة بعض الإخوان طبعا من عدة أطياف وعدة عشائر ما أذكرهم اجوا هنا وقالوا احنا مستعدين لكل تفاصيل مادية اهل البصرة يعني انا ظليت حتى ما لحق على تليفوني قالوا شنو تريد بس قول بس احكي للعملية بعض الاصدقاء المقربين من عندي اجوا جابوا له هدايا وجابوا له بعض الامور والتفاصيل اذا شفت كلها عملية زين حاليا تأثر على الاكل وشربه له يعني نوعا ما اي نعم تأثر بس هو يعني ياكل ياكل بصورة متقطعة و يعني
يعني ما يسوى احنا نقول ما يستلذ بالاكل بالضبط، بس يعني هذا حاليا يعني بعض وقت الحروف. يعني انا خل احكي لك في موقف، يعني هذا موقف انا بتشيت، قال سووا لي عيد ميلاد، جبت لك كيكه وشمع، سويت له عيد ميلاد وبناتي بين الثنين، انا عندي بنات اثنين بس. الله يخليك، انت ايش عندك اولاد بشكل عام؟ عندي خمس اولاد. الله يحفظك. ايوه جابوا لك كيكه وشمع، فطفوا الشمع، قال لا شعل الشمع انا طفيه. هنا انا ما قدرت، يعني الموقف ما اتذكره، ما يقدر ينفخ. اي ما عنده، يعني تعرف هاي الفكين صح، هي اللي فضل يبكي الا انا اطفيهم. يعني هاي مشكله بسيطه سببت لي هذه. هو ذكي يعني، هو ذكي ظل يحس، فمن شافنا احنا نباوع عليه وبعض الاطفال ضحكوا ما اقدر ايه. اعتبر هذا تنمر عليه بكي. فأنا أتمنى أنه هذا التنمر ما يمشي لأن يكبر أو يكون شاب، وإن شاء الله أنا راح أسوي له العملية. لا إن شاء الله بعد بوجودك وجود الخيرين تسوي له العملية يعني ويرجع إن شاء الله. بس قلت لك إحنا محتاجين فقط توقيع واحد من ولاة الأمر، ولكن هم للأسف بعدهم لا زالوا تحت طائلة القانون. المحكمة هي اللي صدر القرار المناسب بحق هذا الطفل وبحقهم هم. والعملية يعني بالباص راح تكون سهلة حسب ما وعدوك الأطباء؟ إن شاء الله. يعني الرجل مدير مستشفى المودة اتصل بي، هواي أطباء وتعاون هواي أيضا، هواي أطباء اتصلوا بي. لكن احنا قلت لك لازم ترجع عافيته، على مود من يشيلون جزء من جسمه ويخلوه هنا سرتقي، يعني أنا من جبته بس عظام ما بي، بس جلد، يعني تخوه ما شيل جلد ما يصير. صح. فالطبيب قال لي نعم تحسن حالته، الدم مالته لازم يصعد فوق ال 11 حتى يكون، الحمد لله والشكر انه صار 10 تقريبا. من البدايه اخذنا له 9 واخذنا له 10، فبعد يومين ثلاثه راح اسوي له تحاليل، والخيره فيما يختاره الله. احنا مع الانسانيه، انا بالنسبه لي مع حمايه الاطفال الحمد لله. أي وعندي منظمه اسمها منظمه حمايه الطفل، ان شاء الله هذه بدت يعني اي يعني بدت تشتغل ويا شباب عم بيها متطوعين يشتغلون. واحنا هاي مو اول حاله للمعلومات، لكن هي الحاله الاولى اللي ظهرت للاعلام. اذا استاذ علي الشاع شكرا جزيلا لحسن الضيافه، وشكرا ايضا الى الحالات الانسانيه اللي قدمتها واللي راح تقدمها، وخصوصا الحاله اللي هي مؤثره فعلا حاله حسوني. ربي يكثر من امثالك ان شاء الله، وعندك الصحة والعافية، وأيضا يعني تكون خيمة على أولادك، يكون بأحسن حال إن شاء الله شوفهم بالأيام المقبلة. إذا الكلمة الأخيرة لك، لا تحب تضيف أي معلومة غايبة عني. أنا رسالتي لكل عراقي أنه رب العالمين من رزقك طفل. القرآن يقول المال والبنون زينة الحياة الدنيا، الله اعتبرها زينة، رب العالمين رب العرش الكريم اعتبرها زينة، فأنت هيك تسوي بهاي الزينة. نتمنى أنه يصدرون للمجتمع فجيل صالح للعيش، وفد عيشة صالحة أن يتربى بها هذا الجيل، بغض النظر عن الظروف الاقتصادية وال. شكرا جزيلا مرة ثانية أستاذ علي، وحياكم الله، وحيا الله قناة المربد، مضيف أهلكم الله يخليك إن شاء الله، مضيف العامر عشائر. شكرا جزيلا.